من رحلة بريطانية إلى الهند الدار العهد الفيكتوري، استوحى مصمم الأزياء إلي صعب مجموعته لربيع وصيف هذا العام في الخياطة الراقية أو الأوت كوتير. إذ تألقت العارضات على المنصة وكأنهن سيدة فضولية تحب المغامرة والاكتشاف في البلد الذي تقصده، وهي الهند في هذه المجموعة. استعملنا أخضر طريقة تطريز مختلفة حتى نوفق بين التطريز الإنجليزي يلي الفيكتوريان والنمط الهندي. بعدين إذا بتحس كانت الفستان، كان الفستان عم بيكون فستان فيكتوريان، بس دايما في شيء عليه، يا أما حتى الشال يا أما حتى السنتور، يعني في شيء صغير بكل باساج بقول إنه هي حب الهند وعم تحب تلبس مثلهم. تشكلت المجموعة من أقمشة تحاك عادة في أزياء الخياطة الراقية كالشيفون والتيل والدونتيل بأنواعه وطرق تطريزه المختلفة، كما عمل صعب على إبراز دقته في حياكة التفاصيل في الأقمشة. وهنا برزت الزخارف المعمارية وزهرة الياسمين وأوراق النخيل الهندية، وكأن العارضات في نزهة في حديقة أحد القصور الهندية. أما الأكسسوارات فعكست روح المغامرة والاكتشاف كالأحذية المبسطة الجلدية والمجوهرات المعدنية والحقائب المختلفة الأحجام والأشكال. الألوان، أنا هالألوان بحبها، بحب الألوان الرايقة والقماش الشكل الناعم الحلو، يعني كانت كتير حلو. يعني يمكن للعالم ما كتير بينتبهوا إنه بس هي كتير بتغير. الماضي كان أكتر دانتير، هالسنة أكتر شك، كتير كتير حلو الكوليكسيون. يعمل إلي صعب منذ بداياته على حياكة قطع تظهر جمال المرأة وأناقتها بغض النظر عن عرقها أو لون بشرتها، فمعظم نساء الكون جميلات ولكن بطرق مختلفة حسب رأي هذا المصمم. ليث بزاري، العربية، باريس.